يو يو هلو ار كي بي اون ذا مايك. عدنا لكم في هذا المحفل وينرز فاينلز تيف ديفاين ضد فورمر تيف ستار مود. ونشوف بصراحه يعني ما مو متعود اشوف هولو باستشن كاول اختيار في بدايه الست, بس لان نظامنا احنا انه ما نضيف ستيجات حق الكاونتر بيكس, انما من بدايه الست يعني كل ستيجات موجوده وبانز يعني نوع ما شويه تسهل البروسس هذا حق الشباب وحق الناس اللي جدد في السين. بس يعني عامه الستات من هالاثنين غالبا الصراحه احسها تكون وان سايدد, يعني يا مثلا ستار مود يكون عنده داونلود مو طبيعي على ديفاين او العكس صحيح. واذكر كان في فتره كل واحد منهم صار ديم للثاني, يعني جت فتره ستار مود كان يفوز اكثر, بعدين جت فتره لا ديفاين صار حيل يفوز اكثر. فما يندر الحين ايش اللي ممكن ينتهي فيه ست, ولكن مثل ما احنا قاعد نشوف حاليا ملحمه طق بطق داون اير باب اير بشارج شوت ها ليش طلعت سيتويشن حلوه, لكن لانه كانت ساور سبوت وضاع اوكي ضاع الشارج شوت, فكان في مجال انه ممكن انه يردها. هذا ترى فاكتور جدا كبير, يعني ما يقدر يصرف الشارج شوتات على الفاضي يحتاجهم. اوكي قاعد يقول ديفاين انه كان يبي فوتسول بيسكلي, انا متعود صح ستار مود يحب يسوي هالشيء. هذا من الشغلات الجديده اللي يحب فيها انه اذا سويت ريكفري لو ينزل لك فوتسول, فيتعمد انه يسوي جمب اب بي علشان الفوتسول تقلب تصير فانتوم فوتسول, لانه ما تقدر تسوي فوتسول حق احد من اتاكينج انيميشن, لازم يكون نيوترال او تامبل او واتيفر. اوكي وين البنش؟ ما في بنش. اب اير تذبح, ما اعتقد كانت راح تشبك, يا ما كانت راح تشبك, ما راح تذبح ايذر واي الصراحه. يطري علي ايام سماش 4 اول ما نزلت سماش 4 كانت اب اير كابتن فالكن قويه لدرجه انه يعني عادي من 70 اذا انت كذي عالي فوق تموت اب اير, كانت تو ماتش, كان الكاركتر ليترلي عباره عن شكل اب اير الصراحه فتره من الفترات. با جنتلمان يختمها ب 150%, وبصراحه من اكثر الشغلات اللي احس يعني عن نفسي انا تعجبني بلعب ستار مود انه يمكن شيء تطوره اعتقد حديثا, ما ادري صراحه يعني ما كنت الاحظ يسوي اول, بس الحين صار يسوي بكثره. لما لعب ضد اكس اف او والحين وهو قاعد يلعب ضد ديفاين الاحظ انه مثلا اذا حس انه والله مو قادر يحصل الذبحه ما يروح حق شغلات اكسترا كوميتمنت, عادي مثلا يذبح بداش اتاك ولا يذبح مثلا بجنتلمان صح؟ شيء اول لا كنت اشوف انه يعني مثلا اذا النقطه ضعف عندك لاعب انه مثلا اذا ما قدر يحصل الذبحه يروح حق شغلات هارد ريد صح؟ الدامبيز والسوالف هاي كلها, وهذا مو غلط بس احس ان السويتش هذا نوعا ما عطائج على بعض اللاعبين اللي ما يتوقعون انه راح يموتون من اوبشنات خلينا نقول لو كوميتمنت مقارنه باوبشنات كابتن فالكن الثانيه. حاليا ستار مود قاعد يحاول يستخدم هالسرعه هذه, ولكن ديفاين ان توتال كنترول حلوه انه وفى في الداونير بس كان جاهز انه يكمل وراها, استوعب انه ما قدر يصيده في التك تشيس, واستوعب ان الادفانتج عنده لانه ما كان في لاج. حاليا ماكو دبل جامب, يحاول يطلع يا سلام عليك ويختمها. اعتقد حاليا محتومه, اعتقد والله مو متاكد. البوم ساعد شويتين, اوه حاليا لابتلت ممكن تذبح. اوكي قدر والله يردها, قدر يرجع ستار مود. هذه الداونيرات من الليج نيوترال اير. اوكي ساعات كذي زير سامس تمل ما لها خلق تلعب اللعبه, فتكون انت قريب المفروض الزير تلبس بس ما تلبس بالستيج, وللاسف هالشيء هذا دفع ديفاين حياته الستوكيه اللي فاتت. وحاليا الوضع شويه خطر لان ستار مود عنده ريج بس يظل سامس من اكثر الشخصيات بالضبط اللي كونسيستنت, يعني اذا كونسيستنت انت تقدر تطلع اللي ضدك برا الستيج وتحكره بلج بهالطريقه فانت تقدر تضمن الفوزه. وديفاين يتقدم باول جيم, اول جيم يروح حق ديفاين الصراحه ويل بلايد, وهذه من الشغلات اللي احس ان يعني لفلت بديفاين الفتره الاخيره. سابقا يعني لما نتقارن بالسامسات الثانيه في الريجن ليج ترابه بالبومز ما كان اوبتيمال كثر الحين, احس الحين ما شاء الله عليه ليفل وايد في البوم ليج ترابينج, وهذا شيء جدا جدا مهم ومن اقوى الشغلات اللي موجوده عند سامس. يعني لما تلعب انت بسامس ككاركتر الجيم بلان الاساسي ان انت تخرعهم بالشارت شوت كانسلز او انك تحكرهم بالليج بالبومز, فكون ان هالشيء كان ناقص منه كل هالمده ومع ذلك ما شاء الله عليه يعني ريزلتات تخرع ونتائج حلوه والناس جباره, يعني يدلك ايش كثر الريال ما شاء الله عليه يعني عنده ان التالنت خيالي حتى يعني مقارنه ما شاء الله باللاعبين الثانيين مو قصورا بحد يعني ونعم في الجميع. والحين طبعا نروح حق مرحله ديفاين من مراحل يعني بشوف بصراحه ما ادري اذا مراحل المفضله انه دائما يذم المرحله, بس دائما على هالمرحله يجيب كمبوات يعني كمباكات خياليه زيرو تدثات اللي تو طبعا اس دي يعني بس انه يعني سوالف شي الرابيد اب ايرز حق الاب بي عشان يذبح مع البلاتفورم وغيره لعبتها الصراحه في الستيج هذا.
فعلى انه ما يحب الستيج ما ادري يعني هل هي بقايا من لما كان وولف مين ولا روب مين، لكن يعني بالسامس بالذات ما شاء الله عليه يعني لعبه فيها وايد وايد كلين. وسامود حاليا يعني قاعد يحاول يردها صراحه، ترى 50% ماكو مشاكل يعني. كابتن فالكون مو من الشخصيات اللي راح يموت من 50% لان طق طق روح، راح يموت من 50% لان انت حصلت برا الستيج او 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 مثلا يعني حصلت عليه هارد ريد شيء صح، تحمس هو وضيع نفسه. للحين الامور طيبه عند ستارمود، اتوقع يعني راح يبدي هو بالكل بيرسنت يعني 90% طالع، 90% هنا عاد راح يصير وضع خطر، لكن قبل ذلك لا عادي الامور طيبه. حلوه يطلع له ديفاين، بدا نوعا ما يفتت اعصاب ستارمود من هالناحيه هذه، لان ستارمود قام نوعا ما يبي ينهي الستوك، قاعد يطلع له يحاول يسوي له كميت برا، وهالشيء هذا صعب جدا ضد سامس. وديفاين مستوعب انه اوت اوف شيلد كابتن فالكون تعبان، فالدبل هيتنج نير حق الجابز البرشر اللي قاعد يسويه مو شغله تقدر تسويها ضد اي كاركتر، بس ضد كابتن فالكون بالذات افكتيف وايد. حلوه، حاول مكسبات اهم من جميله 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 جدا. هذا الى حد ما هو توموهوك كابتن فالكون، يعني انه بدل ما يسوي لك التوموهوك المعتاد حق ثرو طبيعي يسوي الابي، لان اكشلي فيها كل باور احسن من مثلا الباك ثرو ولا الفور ثرو اب ثرو في ذاك السيتويشن. هذا اللي اشتراب بالبومز يا سلام، وديفاين قاعد يلعب اكشن لكن اكشوال سامس مين ديم، ما توقعتي اليوم اللي اشوف ديفاين يحكرك باللج بومز. با هذه خطره جدا، ولكن ديفاين كان جاهز بالدي اي الصحيح عشان ما ياكل دبل ديب من 9%. الابي تبدي تطلع، وامانه سبيسينج ستارمود ترى جدا ممتاز الفتره اللي فاتت، لان مثل ما شفنا احنا ما قاعد ينطق بوايد ابيات الا بالانتراكشنز اللي توها مبين انه شوي نوع ما تنرفز، انه يعني كان عنده الريد الصح بس انه انضرب منها ويعني سو اون اند سو فورث. حاليا على 180% الداش اتاك راح يختمها فريم 5 كونفيرم من الهاف شوت. اوه قله ادب والله، فجاه شيء صدم الجمهور، صدم ديفاين، واكثر من هذا كله وهو نفسه ما انصدم. يا شتاك اي والله باتمان ما ينصدم. ايوه اوكي ثروات، والداونير السو سبوت هي امانه حلوه، بس انه اللي يخوف فيها انه يعني 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 حلو ان فيها هيت بوكس يذبح، بس اللي يخوف فيها انه ساعات ممكن تبي انت السبايك عشان تقدر تحصل كونفيرم افضل لك من السو سبوت هذا. اوبا يا ساتر كان بخطر جدا، والمكسبات يا سلام عليك يا ديفاين، تكفى ديفاين خف علي والله قلبي ما يتحمل، شنو هذا فيلم رعب اللي صار توه بالبلاتفورم، مكسبات وراها مكسبات، ولكن حاليا الكره بملعب ستار مود. رجعها ديفاين مره ثانيه، وين اروح يمه وين اروح وين اولي. اوكي ابثرو ما راح تذبح، الابثرو الجايه يمكن تذبح على 160 محتاج ايوه، بس خلاص ابثرو ذابحه 100%. اوكي الحين السؤال يعطيه وف مسكه، لان اذا اعطاه وف مسكه عادي يموت. يا ساتر اوكي اول شيء يعني فكره ستار مود ما كانت غلط، بس ديفاين يدري عن شغله، اب اير سامس يعني بوردر لاين انتانجبل هيت بوكس، هالاب اير هذا ترى جدا 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 جبار، فكلاندنج هيت بوكس وايد افضل من الاريالات الثانيه، فكانت جدا ذكيه من ديفاين انه غطى نفسه بالبومب الى الاب اير. هذا راح يغطي اكثر من شيء، يغطي ظهره او مكان الراس اللي هو مكان ما فيه هيت بوكس ينطق، ومن الجهه الثانيه الاب اير تغلب هيت بوكسات كثيره ما عليها لاج، وممكن بعد ايضا شو اسمه اللهم صل على محمد تذبح مثل ما شفنا احنا توه صح؟ بذا سيم جت لاجي، احنا ما عندنا حاليا فريم دروبس، عندنا جرين. اوكي فنشوف حاليا عندنا في الجيم الثالث اللي يبدو انه راح يكون حتمي، لانه ضروري جدا انه يعني ستار مود يتقدم زياده حاليا، يعني لحد الحين خسر هولو باستشن، خسر اول انكاونتر في تاون اند سيتي، فاذا خسر بهذه خلاص راح يروح في اللوزر سايد، فمهم جدا جدا حاليا انه يعني ياخذ الجيم هذا. اوكي كان متقدم بالستوك، لكن ديفاين كفرج ممتاز جدا في البومز عشان يصيد الريكفري العالي او الدبل جامب في الفورورد اير. حلوه هذه الداون اير حصل النية، هذه محتومه، ما يهم الدي اي ما يهم توين بالستيج. ديفاين يعطيه اي والله، يعني شو نسوي والله حياه صعبه ساعات. با حلوه داون اير حق جابز، الكمبوات اللي يعني يدوبك تشتغل. اوكي حلوه فكره الباك ثرو من البلاتفورم نفسه، صاده كتب اتاك حلو، تريد جميل مع البومب، البومب يدمج 12% فالامور طيبه. ويرد والله. اوكي
سيلير نوت تراي تو ريفرش لان اون ار اند اتس جرين ف ات شود نوت بي دروبينج فريمز. اوكي حاول يحصل الثرو من الكونفيرم شفوه ثاني يصيد الجمب اوبا وياخذها. اوكي لحد الحين يعني يبدو انه ديفاين مسيطر ديفاين مسيطر مسيطر الحين هذا راح يكون فار. اوكي صارت ديفاين او ماي جاد لو مكمل اب اير اب اير حق اب بي كان صار بالضبط اللي قلت عنه. هلا اس بي كي حبيبي منور الشات. اوكي اس بي كي منور الشات حاليا قاعد نشوف ديفاين راح يختمها. وين اروح وين اولي ما بين البومبز ما بين الداونير ما بين كل شيء. ديفاين ياخذها كونفينسينج 3-0 فورمر توب 1 بالكويت للاسف يطيح من بعد فوزه مهمه جدا.